بالتزامن مع احتفال العالم باليوم العالمي للتسامح، دعت وزارة الداخلية إلى التصدي للظواهر السلبية عبر ترسيخ ثقافة التسامح في المجتمع. الوزارة أكدت مضي المؤسسة الأمنية في تفعيل العمل الأمني وتطويره للتصدي للظواهر السلبية. خلال احتفالية نظمتها إدارة الشرطة المجتمعية تزامنا مع اليوم العالمي للتسامح، أكد قيادي وزارة الداخلية أن المؤسسة الأمنية ماضية في تفعيل العمل الأمني وتطويره للتصدي للظواهر السلبية والممارسات الأخلاقية الخاطئة في خطوة لترسيخ ثقافة التسامح في المجتمع واحترام الآخر. في مواجهة ما نراه من ممارسات للعنف وسلوكيات سلبية عواقبها وخيمة وأضرارها جسيمة على الأسرة، ونراها في الطريق والأماكن العامة بل وأماكن العمل، وباتت تترجم إلى تصاعد في إحصاءات الخلافات والاعتداءات وتصل أحيانا إلى حد الجرائم. الفعالية حضرها عدد من منتسبي الوزارة وشخصيات تربوية وفنية، أجمعت على أهمية تحقيق الشراكة بين الشرطة والمجتمع للحد من العنف وحماية الناشئة والشباب من خطر الجرائم، لا سيما بعد ارتفاع مؤشراتها في الآونة الأخيرة. يطفو نار الغضب والتعصب والعنف والانتقام. بالتسامح نرتضي للأجيال القادمة بدل التناحر والتفرق والشقاق. أطفالنا هم اللي راح يمثلون جيلنا القادم، لذلك علينا أن نأصل هذا التسامح فيهم عن طريق المدارس، عن طريق المجتمعات، عن طريق الأهل. وركزت الوزارة على ضرورة نشر قيم التسامح والحوار بدلا عن الخلافات والفرقة بين أبناء المجتمع، مؤكدة أن ذلك لن يتحقق إلا عن طريق الأسرة بالدرجة الأولى يليها المجتمع والمدرسة، وصولا إلى تفعيل دور مؤسسات الدولة المختصة في هذا الشأن.